مشاهدينا واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج فولو اون، البرنامج اللي بيهتم بكل اللي بيهمكم على شبكات التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا. ممكن تبعتوا لنا الفيديوهات اللي حابين تتعرض في البرنامج من خلال هاشتاج فولو اون على فيسبوك وتويتر وانستجرام، ويا ريت تشدوا حيلكم معانا شويه في الحكايه دي، وعلى صفحتنا الرسميه على فيسبوك وتويتر فولو اون سوشيال، وكمان على صفحه قناه اون لايف الرسميه على فيسبوك وتويتر اون تي في لايف. وهنبدا على طول من ترند موقع جوجل علشان نشوف الناس بيعملوا سيرش على ايه على مدار اليوم. في جوجل ترندز في مصر النهارده كانت كلمه ترتيب الدوري الاسباني هي الاكثر بحثا خلال الساعات اللي فاتت، وفي اسبانيا برضو كانت كلمه ريال مدريد، وده بعد ما النادي الملكي امبارح استعاد صداره الدوري الاسباني بتغلبه على نادي ريال بيتيس بهدفين لهدف بعد ما المدافع سيرجيو راموس ربنا يسامحه بقى انقذ الفريق الملكي كعادته في الدقائق الاخيره بهدف سجله براسه. ومن جوجل هنروح لتويتر. في تويتر ترندز النهارده كان هاشتاج تمثال رمسيس الثاني من اكثر الهاشتاجز انتشارا، وده بعد ما وزاره الاثار استكملت اعمال رفع الجزء الثاني من تمثال رمسيس الثاني من منطقه سوق الخميس الاثريه بالمطريه. البعثه المصريه الالمانيه كانت استخرجت يوم الخميس اللي فات راس تمثال رمسيس الثاني وتمثال نصفي للملك سيتي الاول، وطريقه استخراجهم من تحت الارض من الوحل اثارت جدل كبير جدا على السوشيال ميديا. كمان على تويتر من اكثر الهاشتاجز انتشارا كان حاجتين، الاول حمل تعليقات سلبيه على اداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي تم الرد عليه فورا بهاشتاج اخر مؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحمل في المقابل تعليقات ايجابيه على ادائه خلال الفتره اللي فاتت. ومن تويتر هنروح ليوتيوب. على يوتيوب طرحت شركة وارنر برادرز تريلر لفيلمها القادم وندر وومن، واللي بيقترب من 3 مليون مشاهدة حتى الآن. وندر وومن هي إحدى الأبطال الخارقين لشركة دي سي كوميكس. مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إعادة تداول فيديو للعبة مكعب روبيك اللي مشهورة إنها لعبة بذكاء وتركيز. حتى الممثل الامريكي ويل سميث لما حب يثبت ذكائه في فيلم بيرسوت اوف هابينس حل المكعب في ثواني قليله. الفيديو اللي جاي لطفل معجزه بيقدر يحل المكعب ده وهو مغمض. ودي كانت جولتنا السريعة على يوتيوب. نروح لفيسبوك. اللي قال ان ابن الوز عوام كان معاه حق الى حد كبير، بس اعتقد ان هو نسي يقول انه احيانا حفيد الوز كمان عوام. الفيديو اللي جاي تداوله بعض مستخدمي السوشيال ميديا لحفيدة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهي بتقرا قرآن. اسمعوا صوتها وادائها. العظيم فريق برشلونه الحقيقه محظوظ جدا، مش بس في المجاملات التحكيميه، مش بس في النتائج، انما في نوعيه اللاعبين اللي بتلعب في صفوفه. ومحدش يقدر ينسى الفريق ده في فتره من الفترات قدم لنا دويتو عظيم جدا بين اثنين من امتع لاعبي كره القدم في التاريخ. وصفحه الفريق نشرت فيديو للثنائي ميسي ورونالدينيو اللي لعبوا مع بعض 1240 يوم في صفوف برشلونه.
مين فينا يقدر ينسى مشهد الفنان عماد حمدي وعبد الحليم حافظ في فيلم الخطايا؟ المشهد اللي قال له فيه انت مجيبني. وعندنا صفحه ليجو جرافيكس قررت اعاده تمثيل المشهد التاريخي ده مره اخرى، ولكن بمكعبات الليجو وكعادتها زي ما عرضنا منها فيديو امبارح. الفيديو حقق مشاهدات كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. نشوف. اكون معاك مين؟ مراتي. انت اتجوزت؟ ايوه. اتجوزت مين؟ اتجوزت سهير يا بابا. سهير؟ انت بتتحداني يا ولد؟ لا ابدا. امال يعني ايه؟ عاوز تهزقني؟ ولا عايز تخليني ماليش كلمة قدام الناس؟ ابدا يا بابا، مرة واحدة استعملت حقي. انت مالكش أي حق في البيت ده؟ من فيسبوك نروح لانستجرام. اساليب صيد الاسماك اساليب عديده وبتتطور سنه عن الثانيه، دايما فيها جديد. والفيديو اللي جاي لمركب متحرك مزود بالطعم ومصمم لتسهيل عمليه الصيد، لانه بيقدر يحدد اماكن تجمع الاسماك وبيبعت اشارات راداريه وبيرجع بالغنيمه للصياد اللي بيبقى قاعد على الشط زي الباشا. طبعاً اللي كان بيقول إنه الصيد بيعلم الصبر ينسى المقولة دي خالص بعد الفيديو اللي شفناه. والفيديو اللي هنشوفه دلوقتي للفنان ديفيد زين على الانستجرام، اللي من خلال التباشير وبعض الأدوات البسيطة الموجودة في الشارع قدر إن هو يبتكر شكل ونوع جديد من الرسم. ومن الفيديوهات الأكثر انتشارا على الانستجرام النهارده كان فيديو للفنانة والمطربة الإنجليزية أديل، اللي أثناء حفلتها اللي أقيمت أمس في سيدني وخلالها قبلت إيد إحدى المعجبات قبلت إيدها، فردت لها الفنانة العالمية التحية بتقبيل إيدها. ومكملين مع حضراتكم اعزائنا المشاهدين حلقه النهارده من برنامج فول اون، ولكن بعد هذا الفاصل استنونا. اهلا بيكم مره ثانيه اعزائنا المشاهدين، وخلصت فقراتنا اللي فاتت كانت متعلقه بالترند والاكثر انتشارا على شبكات التواصل الاجتماعي. هنروح معاكم دلوقتي لفقره التوب فيديوز اللي فيها اهم فيديوهات اليوم. كلنا سمعنا وشوفنا واحيانا مارسنا رياضه نط الحبل، وفي ناس كتير تقريبا بتمارسها بشكل يومي كنوع من انواع الرياضه والترفيه عن النفس ومضيعه الوقت احيانا، ولكن الغريب ان يكون في ناس بينطوا على الحبل، وده اللي بيحصل حرفيا في الفيديو اللي هنشوفه مع حضراتكم حالا.
وبمناسبه انه خلاص الصيف على الابواب يعني داخل بقلب جامد قوي السنه دي، حبينا نودع الشتاء بطريقتنا. الفيديو اللي جاي لفنان قدر ان هو يحول كهف في التلج الى